السلام عليكم أطفال صف الروضة الثالثة، مع المشروع الثاني نحتفل معا ودرس بعد العاصفة. الجملة المفتاح. في هذا الشريط التعليمي علينا أن نضع أمامنا كتاب القراءة صفحة 34-35، وأيضا سنستخدم البطاقات لنرتب الجملة المفتاح، وأيضا قلم رصاص وممحات ودفتر الخاص بالمادة. لنقرأ الجملة المفتاح علينا أن نصغي جيدا، حيث سنتعرف سمعيا وبصريا على شكل حرف العين. هيا بنا أحبائي الصغار. ألاحظوا وأعبر بعد العاصفة حرف العين وصوته عه. سمعت سعاد صوت الرعد وشاهدت لمع البرق. شعرت سعاد بالسعادة لأن المزروعات بحالة جيدة. حملت سعاد العصفور بيديها. أطلقت سعاد سراح العصفور. أقرأ صفحة 35. ماذا صنعت سعاد مع ربيعة؟ صنعت سعاد مع ربيعة عش العصفور. لنقرأ مرة ثانية الجملة المفتاح. صنعت سعاد مع ربيعة عش العصفور. ما هو الحرف المتكرر في هذه الكلمات أحباء الصغار؟ هيا بنا نتعرف عليه. أحسنتم، إنه حرف العين. صنعت العين في صنعت متصلا من الجنبين في وسط الكلمة. سعاد العين في سعاد في وسط الكلمة متصلا من الجنبين. مع في آخر الكلمة متصلا. ربيعة في آخر الكلمة متصلا. عش في أول الكلمة متصلا. العصفور في وسط الكلمة متصلا من الجنبين. لنقرأ الجملة المفتاح علينا أن نرتب الكلمات، ودائما جملة المفتاح تنتهي بنقطة. علينا أن نقرأ الجملة كلمة كلمة. والآن جاء دوركم أحباء الصغار، علينا أن نقرأ الجملة المفتاح وأيضا أن نتدرب على كتابة حرف العين في أول الكلمة ومنفصلا. وإلى اللقاء.